حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مجددا في إضاءات. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الأستاذ جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي. أستاذ جاسم، كنت تتحدث قبل الفاصل وقطعتك من أجل الفاصل، سأجعلك تعود إلى حيث كنت تتحدث عن أن المجلس جاي طلبين، واحد من الشيخ سعد يطلب تحديد وقت لأداء القسم، والثاني من مجلس الوزراء اللي أخذ صلاحيات الأمير ويطالب بتفعيل المادة الثالثة. كنت تقول أنه إحنا ملنا إلى طلب الشيخ سعد، وكنتم تأملون أنه مجلس الوزراء يسحب طلبه بتفعيل المادة الثالثة علشان تنحل المشكلة داخل الأسرة الحاكمة. لا، كنت أقول لك إذا كان يعني انحلت، اللي كنا مأملين أن الموضوع يحل وديا ويعالج من خلال الأسرة. نعم. وبالتالي كنا ننتظر، ولذلك أجلت الجلسة من الساعة 10 إلى الساعة 12:30. أي جلسة؟ الجلسة الأولى. أي. على اعتبار اللي هي اللي هي تحديد موعد القسم. لا، القسم كان مساء الساعة 6:00. لتفعيل المادة الثالثة. صباحا الساعة 10:00 كان لتفعيل المادة الثالثة. طبعا إذا كان هناك اتفاق ضمني أنه سيرسل الشيخ سعد خطاب مساء الاثنين، يعني تبلور الصورة بأن هذا الموضوع ممكن أن يحل، ولظروف ما في أن داعي ندخل في تفاصيلها، إحنا انتظرنا في المجلس وأعلنت ذلك في بيان اللي طلعته بعد الجلسة الثلاثاء، بينت في الإجراءات اللي اتخذت في هذه الجلسة الصباحية وتم التصويت. وكان طيب، بس يقولون وصلتكم الرسالة بعد الإجراءات، بعد ما بديتم. نعم. لم يكن متاحا أن توقف الإجراءات وتعتمد الرسالة؟ أوقفت أكثر من مرة، أوقفت من الساعة 10:00 تم تأجيلها إلى الساعة 12:00. نعم. أجلنا بعد ذلك إلى الساعة 2:00، أجلنا مرة ثالثة لمدة فترة معينة. أصبح الوضع يعني غير مقبول أن يتم التأجيل أكثر من ذلك. بس أنتم كنتوا تأجلون لأنه ما وصلكم الخطاب، أو وصلكم بدون ختم في البداية؟ يعني لا، هي مو مسألة بس فقط الختم وغير الختم، الشكل اللي وصلنا فيه أيضا كان لابد من أن تحسم بالطريقة اللي حسمناها، حرصا للمستقبل وحرصا على عدم أي إشكال دستوري يكون يظهر نتيجة للأسلوب اللي تم فيه طلب أو جلب التنازل. طيب، مع أعضاء مجلس الأمة، بس إذا تسمح لي أستاذ تركي، يعني أعتقد لو تسألني على موضوع اللقاء اللي تم مع سمو الأمير الوالد في قصر الشعب حول موضوع التباحث على تحديد جلسة القسم، أنا سألتك قبل الفصل، سألت وقلت لك يعني ما أبي أدخل في تفاصيل هذا. هل حين تدخل؟ لا، أنا ماني داخل، بس أبي أضيف وأقول لك فقط أن كانت من أصعب اللحظات في حياتي السياسية. أنت؟ نعم. يعني كنت أحس أنك بين المطرقة والسندان. لا، لأني أرى هذا الرجل اللي أجله وقدره وعزه واحترمه كما يحترمه ويجله ويعزه كل أهل الكويت، ومطلوب مني إجراء معين نتيجة للوضع اللي حنا فيه. إجراء من قبل الحكومة؟ من قبل المجلس والتنسيق في مثل هذه المواضيع. طيب، هل كان هناك في تقديرك مخرج من هذا الألم؟ نعم. كيف؟ كان لو استطاعت الأسرة الحاكمة أن تجتمع وتحسم هذا الأمر لكان يفكونكم من هالإشكالية. يعني ما يفكوننا، لأن بالنهاية حتى لو يتخذ إجراء كان لازم يقرر من عندكم، نحن في مجلس الأمة أن نتخذ إجراءات. بس ما يصير الحسم في مجلس الأمة، يصير الحسم عندهم هم. لا، حتى على افتراض أن تم الاتفاق كنا سنقوم في دورنا بس بموجب المادة الرابعة وليست الثالثة. الرابعة اللي هي وشي؟ الرابعة هي التنازل وتزكية الشيخ صباح. طيب، هل تعتقد أن الأسرة الحاكمة في الكويت قصرت في أداء دورها؟ نعم. ليش؟ ما أعرف، ليس هنا أيضا مجال أن أكون في مكانهم، ولكن
الناحية العاطفية أخذت دور، الناحية الأسرية أخذت دور، ولكن بالنهاية يعني علينا أن نحمد الله على أن توصلنا لما توصلنا له بمحبة وبألفة، ودون أن يكون هناك أي بلبلة أو أي عدم استقرار للبلد. وهذا اللي كنت أقول لك قبل في بداية الحديث، أني أنا ما كنت معتبرها أزمة بالرغم من كل الأحداث. مع أنك تقول أنه كانت أصعب لحظات حياتي، حديثي مع بالاجتماع يعني هذه كانت صعبة، ولكن بالكويت يعني مثل ما أنت شايف الأمور كانت تسير طبيعية، ما نزلت دبابة ولا جيش ولا أي إجراءات، ما صار في أي اشتباكات أو أبداً. قبلنا في نتابع الإجراءات الدستورية، واللي هي بالنهاية كانت هي اللي ستحسم الأمر وحسمت الأمر. جميل، أنتم حسمتم في البرلمان المسألة لصالح تفعيل المادة الثالثة بتنحية الأمير. هل أنت مستمتع بأنه مجلس الأمة قام بهذا الدور أم أنك متألم؟ يعني لأنه سمعنا تصريحات من أعضاء في مجلس الأمة يتحدثون عن هذا انعكاس للديمقراطية، رغم أنك تقول أنه في مؤلم كان. لا أستاذ تركي، أنا أعتقد بأن الإجراء اللي حنا اتخذناه هو إجراء دستوري وطمن الناس كلها بأن نحن فعلا دولة مؤسسات، وأيضا مثل هذا الإجراء مقبول حتى من الأسرة الحاكمة، واتخذت كل الإجراءات الدستورية ونفذتها. فبالتالي يعني على قدر ما احنا سعداء وفخورين بتطبيق موادنا الدستورية في مثل هذه الإجراءات، وأن ولأول مرة تطبق مثل هذه الإجراءات على قانون توارث الإمارة وعلى المواد الدستورية، إلا أنه لله الحمد بالنهاية يعني مثل ما أنتم شايفين تم كل شيء بالرضا والتراضي، وبالنهاية أيضا الكل بدون استثناء يعني قدر لسمو الأمير الوالد الشيخ سعد مواقفه وتاريخه ومحبتنا له، وأبرزناها في كل ما كلماتنا في مجلس الأمة. وبالنهاية أيضا تم كل ما يتعلق في تحويل الإجراءات إلى سمو الأمير الحالي الشيخ صباح، بعد ذلك أيضا الاستعجال في إنهاء موضوع ولاية العهد، فرجعت الأمور الآن إلى طبيعة مسارها الطبيعي المطلوبة. إذن لا يوجد أي آثار سلبية الآن بعد مضي بضعة أسابيع على القضية في الكويت؟ لا أعتقد أنه في، بالعكس يعني إحنا يعني سعداء بأن انتهت ما انتهت إليه. وأول ما قام في سمو الأمير هو الذهاب لسمو الأمير الوالد والتأكيد على مكانته وتقديره، وأيضا سمو ولي العهد أول ما تم تسكيك رئيس الوزراء.